الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. صلوات صاحب القداسة والقدس الباب المعظم الأنبا شهيد الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية رئاسة الحبر الكبير الأنبا دوماتيوس نصراني عن ميمن وضعه الأب الأسقف الأنبا فيلوكوس أسقف مدينة نانت في بداية القرن الرابع الميلادي. وحتى إشراف ومراجعة رئاسة الحبر الجديد الأنبا تشول نصران كرسي دمياط وكفر الشيخ والبلاد ودير القديسة دميانة وسكرتير المجمع المقدس وبصلوات القم الخبريات الحي وبقلم القس يوسف كابوس الحومي فهي كنيسة القديسان الشهيدان قزمان ودميان مقدر قصة حياة القديسة الشهيدة مغرائيل عروس القديسة جميل بس يا عروس المهدي يحيى جميلة يلي بوعد ورؤية جميلة يا عروس المهدي يحيى جميلة يلي بوعد ورؤية جميلة اختار لك الرب يسوع يا نورائي يا ضياء الفضيلة كان أبوك اسمه أنا وأمك اسمها إلهي كان أبوك اسمه أنا وأمك اسمها إلهي من الأولاد كانوا محرومين وأمام الله كانوا ظالمين يا عروس المسيح يا جميلة يا اللي بوعد ورؤية جميلة يا عروس المسيح يا جميلة يا اللي بوعد ورؤية جميلة اختارك الرب يسوع يا مغرائي يا ضياء الفضيلة يا سيدة يا عذراء يا زهرة مرتقية النهاردة 21 طوبى عيني يا سيدة يسوع المسيح أنا عبدك الخاض يؤنس كاهن كنيستك في طموح اسمع صلاتي إذ ما سمعت صلاتي وأعطيتني زرعا ولدا كان أم أنثى أي عطية كان أعطيه لك ليكون لك خادما ومن جملة عطائك أنت مطلع على خزائن القلوب يا رب يا سيد يسوع المسيح لا تردني فيما سألتك فيه أنا ضعيف لا تفضحني لأن لك المجد والقوة سمعت صلاتك وأقول كل ما سألتم باسمي سألها ومتيكم إياه اسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ابونا يؤنس ابونا يؤنس قوموا اصحى اصحى يا ابونا خير يا لاري خير اصحى يا ابونا انا شفت في مناني حلم عظيم وعظيم خير يا لاري شفت يا ابونا انسان من نور في ناحيه الشرق وانا نايمه سألني بعزمت الصليب ثلاث مرات وناداني باسمي وقال لي تثبتي وتقوي يا ابنتي لأن السيد المسيح قد سمع صلاتك وصلاة زوجك وقبل صلبتك. وأنا امبارح في الكنيسة بصلي في عيد السيدة العذراء مريم بعد ما ختمت صلاتي ركعت في الهيكل وصليت سمعت صوت من الرب واستجاب لطلبتي. صحيح ده قال لي كمان الصبح بمشيئة الله وحسن توفيقه ابهزي عني كل هم وروحي للأب الأسقف الأنبا الفاضي في البيعة المقدسة خليه يصلي لي
وقولي له على كل احوالك. يا زوجتي إلهية، ليكن ما يختاره الرب، وكل ما يختار يعمل في كل شيء. وزي ما يقول لك اعملي، والصلاة مش خطية. ايوه، انا الصبح هروح مدينة نمس اقابل الاب الاسقف الامبراطوري في الكنيسة هناك، وهحكي له على كل احزاني، وهخليه يصلي لي، وهقول له على كل اللي حصل. لتكن مشيئتك يا رب. يا رب استجب لصلاتنا انا وزوجتي إلهية، واي زرع ولد او بنت حيكون لاسمك القدوس. سيدنا الاسقف الانبا الصادي. قومي قومي يا بنتي إلهية. ليه يا بنتي بتعيطي بكل حاجه؟ يا سيدنا أبو الصادق، أنت عارف أبويا وأمي؟ عارفهم يا بنتي، كانوا أتقياء محبين ربنا وبيخافوه. وأنا كنت وحيدتهم، وكان نفسي أفضل عذراء، لكن هم ما عرفوش، وقالوا لي نفسنا نشوف لك ولد، وجوزوني لابنكم القصي وأنا إذا أنا ما استحقهوش. ليه بس يا بنتي بتقولي كده؟ الخطايا الكتيرة اللي أنا عملتها خليتني عاقر. أبونا يوحنا الصديق لكن أنا الخاطية، عشان كده ربنا نزع مني ثمرة فضلي. جوزي القسي وأنسة إلهية قديس، وأنا بحبه لتواضعه وسكونه وخدماته للهيكل وكلمة الرب. أنا فكرت يا سيدنا إني أترك بيت الزوجية وأروح دير الرهبة أترك بين وعايش فيه على طول، لأن دي كانت رغبتي من صغر، لكن خفت من عقوبة الله، لأن بولس الرسول قال في رسالة كورنثوس. بولس الرسول قال: أما المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب ألا تفارق المرأة رجلها. وعشان أفكاري الخاطئة نزع الله مني ثمرة بطني. أنا إذا فضلت زي ما أنا كده عاقر وحيدة في الدنيا، حس بسيب الحياة ولا من غير ولد. أقول لك الحق يا سيدنا أصدادي، أنا كل ما بشوف حد من جيراني ومعهم أولادهم فرحانين وبيلعبوا حواليهم، أحس بنار الغيرة بتقطعني بتهريني، لأني وحيدة مليش أي سلوى. ليكن يا بنت ما يختاره الرب. يا سيدنا أصدادي، أنت خادم الرب وقريب منه وعندك الروح الشفاف، علشان ظهرك وأفعالك الحسنة. علشان كده أنا بطلب من أبوتك المقدسة إنك تسأل السيد المسيح عني، تسأله يسمعني بصلواتك المقدسة ويطمني أنا زائفها، لأن إيه الفايدة إن يكون ليا بيت ومتجوزة رب البار وأنا من غير ثمر زي الشجرة اللي عنها الرب في الإنجيل المقدس. في إنجيل متى: لا يكن منك ثمر بعد إلى الأبد، فيبست التينة الحلال. بمحبتك لله يا أنبأ الصادق، وإذا رفعت إيدك للسيد المسيح الرحوم من أجلي، فأنا مؤمنة إنه هيسمع صلواتك زي ما سمع لإبراهيم أبو الآباء ووهبوا ابنه إسحاق. فالأولى إحنا شعب ربنا الأرثوذكسي إنه يعمل لنا كل شيء صالح في أي حاجة نسأله فيها. الرب يعطيك طلبتك في كل شيء، وانت سيدة أمينة ومؤمنة، وخليك قوية القلب ثابتة، وان أعطاه بثمرة يبقى بإرادته، وان مدكيش يبقى بإرادته برضه، وبلاش القلق اللي في أفكارك، والسيد المسيح اللي عملت بيه وخليت رجاك عليه مش هيخيب أملك، وحينولك مرادك. دلوقتي يمضي بسلام، وأنا حسأل الرب يسوع يعطيك ما طلبتي. بركتك يا سيدنا، لكن انا مش هقدر امشي من هنا لغايه ما تقولي الحقيقه اذا كان ربنا هيرزقني بالولد ولا لا. السيد المسيح قال للاباء الرسل الاطهار في الانجيل المقدس: انه بقوه الايمان ان قلتم ايضا لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر فيكون. وقال لهم: كل ما تطلبون في الصلاه مؤمنين تنالون. اذكر ضعفي يا سيدنا،
اسأل السيد المسيح عنه وهو حيأذيك من نعمته إجابة لطلبي. تعال يا بنتي، تعال نصلي واسأل السيد المسيح في طلبك. صلى عشان يا صايش حنيني يديهم أجمل عاطية، صلوا عشان يا صايش حنيني يديهم أجمل عاطية، طلبوا نسل كل دموع وحياته للرب يسوع. يا عروس المسيح يا جميلة يا اللي بوعد ورؤية جميلة، يا عروس المسيح يا جميلة يا اللي بوعد ورؤية جميلة، اختارك الرب يسوع يا مهر وعير يا ضياء الفضيلة. يا سيدة إلهية، السيد يسوع المسيح حيديك طلبتك، وأنا مؤمن إن حيخرج منك ثمرتين وحينال الإنجيل في أورشليم السماوي. إيدك بوسها يا سيدنا. يعني حيخرج منك ثمرتين؟ إحنا بنطلب من ربنا ثمرة واحدة وهو قال لي ثمرتين. قال لي كده بالظبط، أنا مؤمن إنه هيخرج منك ثمرتين وحيناله الإكليل في أورشليم السمعية. عطية الرب تكون للرب. أنا أول ما سمعت الكلام ده يا بني يؤمن من الأب القديس الأنبا الفاضي فرحت وركعت على رجلي أصلي وخدت بركت وجيت جري على هنا علشان أبتحرك. الأسقف الأنبا الفاضي عنده موهبة الرؤية وعنده شفافية في الروح، ربنا إداله النعمة دي، وإذا قال لي كده يبقى صادق في كلامه وفعلا هيخرج مني ثمرتين وحيناله الإكليل في أورشليم السمعية. سلام يا أم وهرائيل. سلام يا أبونا. أمال فين وهرائيل؟ جوه يا أبونا، حتى صورة العذراء مريم قدامها ومنورة أناديل حواليها من كل ناحية وقاعدة تبص لها. ربنا ينور طريقها. أنا هقولك على خبر يفرحك يا أبونا يوحنا. خير خير إن شاء الله. هي وهرائيل عندها كم سنة دلوقتي؟ عندها سنتين وكم شهر كده. تمام، يعني لما يكون عندها 3 سنين ان شاء الله هيجي لها اخ كمان او اخت. انا حامل يا ابونا. يا عطيه ربنا، يا نعمه ربنا علينا، بعد طول انتظار هيبقى عندنا ثمرتين من زرع الله. ليتقدس اسمك يا رب، يعني تكون مغرقيل 3 سنين واخوها يشرف. نبوءه الانبا الصديق اتحققت. فاكر قال لي ايه؟ قال لك ايه؟ قال لي انا مؤمن انه هيخرج منك ثمرتين وهيناله اكليل في اورشليم السمائية. بس انا ما فهمتش قصده ايه يا ابونا من الكلمه دي؟
عرش العالم هالك وحيدي، لكن عرش الشهر حيدوم إلى الأبد. يعني إيه يا بونا؟ ما تشغليش نفسك أمال يا أم مغرقين. خش بقى شوفي مغرقين واستعدي بقى للضيف الجديد اللي هيشرف. ولد يا بني يؤنس، ولد. عطية ربنا إليك. هتسميه ايه؟ هسميه هور على اسم جده ابويا. ابا هور على اسم جده، ابو ابوه، ابونا يؤنس. نعمة ربنا تحل عليهم. انا هعلمهم في الكتب السمائية وحربيهم على حب الله. بركته تحل عليهم. مغرائيل وابا هور. جاهز يا مخيل؟ على خير الله، انت عشان نبحر. يا باي انا اسمي تاكلة من هنا من ابو سيف. فين اصحاب المركب دي؟ انا مخيل وانا غبريال، احنا اصحاب المركب دي. وحتبحروا على فين؟ لما شئت الله رايحين اسكندرية. هنطلع من هناك من ابو طير على طموح على منف وبعدين اسكندرية. ممكن تعملوا معايا رحمة وتاخدوني معاكم اسكندرية. ها تعال استرع شويه، اطلع اركب مع الستات اللي هناك. يلا يا غبريان امسك الدبه مال. ماشي مخيل ارفع الساري. يلا يا جماعه بركه ربنا تكون معانا. يا سيده يا عبد المستمر، الست دي باين عليها حزين. تعالي يا صباح، تعالي نتعرف عليها. سلام ونعمه يا اخت تاكله. اسمي تاكله. انتي منين يا تاكله؟ انا من هنا من ابو سير في بحر الاجنبيين. ورايحة اسكندرية ليه؟ انت بتعيطي؟ باين عليكي حزينة. شهر ونص فراني واتقطعت اخباره، راح اسكندرية ولسه مرجعش. جوزك؟ لا اخويا ابائيلي. هو كان رايح اسكندرية ليه؟ احكي لنا حكايتك ايه؟ انا واخويا ابائيلي كنت عايشين مع بعض. اتجوزت انا، ربنا رزقني بولد وسميته أبولونيوس، وبعدين والدي توفى وفضلت أرملة. وأخويا أبا إيسي غني جدا، عنده ذهب وفضة ومواشي كتير ملهاش عدد، وكان بيزرع كل سنة زرعة عظيمة من الكتان والقمح والقطن. وكان له صاحب تاجر في اسكندرية اسمه بولس، كان بيجي من اسكندرية يشتري المحاصيل بتاعة أخويا أبا إيسي. ولما رجع اسكندرية كان عيان جدا، كان بيموت. كتب جواب لصديقه أبا إيسي أخويا بيقول له فيه: يا أخي يا أبا إيسي، عاوزك تيجي أشوفك قبل ما أموت، وإلا فإنني أودعك لأني ماضي إلى الله ليدينني بخطاياي. ولما وصل الجواب لأخويا أبا إيسي فكب حرقة وقال: يا أخي اذكريني لان رايح مدينه الاسكندريه، اسال عن صديقي بولس وارجع بمشيئه الله، لانه بيقول لي في خطابه عايز اشوفك قبل ما اموت. ازاي يا اخويا ابا إيسي تسافر اسكندريه وتسيبني وانا وحيده؟ انت عارف اذا غبت عني اسبوع ما شفتكش ببعت لك ابني يطمن عليك، لاني ماليش حد في الدنيا غير الله وانت. وهتروح فين؟ اسكندريه دي بعيده قوي. ما تخافيش يا اخي، انا هروح اطمن على ابويا صديقي وارجع له مشيئه الله بسرعه. روح يا اخويا ترجع له بالسلامه. السيد المسيح يصحبك وملائكته النورانيين تحوط عليك وترجعك ليا بالسلامه. الرب معك، ارجع لك حالا بمشيئه الله.
وفات شهر وانا في حزن شديد ومش عارفه ايه اللي حصل. يا ترى هو بخير ولا لا؟ ما تعيطيش يا ساكلة يا اختي، انت المسيح يصبرك ويعرفك اخبار طيبه. وانتوا رايحين فين؟ ايش فيكم؟ حكايتنا هتعرفيها دلوقتي. احنا في قرية طموه يا ميخائيل. ايوة هي دي طموه. طب رسوا المركب هنا في ضيعة طموه، لان في صبية عذراء عاوزة تعيها العرس الوردي. يلا يلا يا اي صباح، خدي ساكلة معاكي وتعالوا علشان نطلب الصبية العذراء لعرس ابني. يا يؤنس، أنا جيت لك النهاردة علشان بنتك مهرائيل أطلبها على عرس بلدي لمدينة أورشليم اللي ما فيهاش جوع ولا عطش ولا تعب ولا حزن، بل تكون مهرائيل في الفرح والسرور وتستريح مع جميع القديسين. إزاي أعمل ده وأسلم بنتي لأرض غريبة وتتوفى في مدينة مش بتاعتها ويفترق جسدها عننا؟ ازاي انا هعمل ده في بنتي اللي وهبها لي الرب بعد طول سؤالي وطلبتي اليه في الليل والنهار؟ يا ابي يؤنس، انا ازاي اسلمها لك وتاخديها وتروحي بيها ارض غريبه وتتوفى هناك ويفترق جسدها عن اجساد ابائها؟ حي هو الرب الاله ضابط الكل. يا ابي يؤنس، اذا توفت بنتك مهرائيل هبعت جسدها لك تدفنه في المكان اللي تختاره. بقوه الروح القدس اللي ملت قلبي تكون إرادة الله، وكل مكان تطلع فيه الشمس فهو للسيد المسيح. تعال تعال يا مهرائيل. أحب. نعم يا مرت ملي. ده إناء في عطر، هو ذا قد سكبت عليك العطر الزكي إلى يوم العرس لغاية ماي واخدك إلى مدينتي أورشليم علشان تاخدي الإكليل من عيسك في ملكوت السماوات وتطويبك السيد المسيح التطويب الروحاني في أورشليم السماوية في ملكوت السماوات. تباط يا مهرائيل يا عروس المسيح، واحنا يلا بينا ناخد تكلة ونطلع على اسكندرية. من اليوم الطبوية المهرائيل أبدا ما نامت على فراش ولا أكلت حتى تغيب الشمس ولم تأكل شيء مطبوخ على نار ولا أكل يخرج منه دم، وكان أكلها كله خبز وملح، وكانت تسير بطهر وداعة وابتهال إلى النار بالليل والنهار لغاية ما جاء اليوم اللي خرجت فيه من بيت أبوها يوحناس وامها في مريم واعترفت على اسم المسيح. يا مهرائيل يلا بقى اتاخرنا، يلا يا مراتي عايزين نجيب الميه بسرعه. يلا يا مهرائيل انزلي بقى بسرعه، انزلي يا مراتي بقى بقى اخر. يلا يا مهرائيل. صباح الخير يا امي. يا مهرائيل صباح الخير والنعمه يا مهرائيل. كبرت يا هو يا حبيبتي وبقى عندك 12 سنة. يا مهرائيل يلا بقى احسن الصبايا العذراء بينادوا عليكي. حاضر يا امي. ما شفتيش الجرة بتاعتي هناك عندك اهي. انتوا رايحين فين؟ رايحة النيل حاملة الجرة بتاعتي وهاخد اخويا هور معايا. طيب خلي بالك من البحر وامسكي اخوكي في ايدك. الرب معاكي. حاضر يا امي. يلا يا هور. ما مين اللي بتعيط في المركب دي؟ مالك يا اختي؟ بتعيطي ليه؟ وليه الحزن الشديد ده؟ يا بنتي ربنا اداني بنت وحيده جوزتها وحبلت وجه معاد الولاده وهي متعثره في الولاده بقالها 14 يوم شده وتعب في الليل والنهار، وكل واحد يشوفها يقول الموت ليها احسن من الحياه وهي في العذاب ده. الرب يقوي ايمانك يا اختي.
وفي ناس شافوا حالتها شاروا عليا خدها مدينة منف لأن فيها قديس بيصلي على شوية مية ويسقيها. تقوم تولد جبتها في المركب دي عشان نروح لمدينة منف. ولما وصلنا هنا في بلدكم طموح اشتد عليها المغرب والموت بيغرق فيها وقعدت تنازع. البحارة قالوا لبعضهم نرسي المركب هنا احسن تموت مننا قبل ما نوصل مدينة منف. ودينا في انتظار موتها عشان ندفنها هنا والرب يعوضني. هي فين بنتك دي يا امي؟ الرب يعوضني. تعالي يا بنتي تعالي. اهي يا بنتي شوفي حالها. يا سيدي يسوع المسيح ابن الله الحي الازل اللي كان مع امنا حواء حتى ولدت شر تكون مع عبدتك دي في هذا التعب الشديد يلي كان مع سارة زوجة ابراهيم حتى ولدت ابنها اسحاق تكون مع عبدتك يلي كان مع حنة النبية حتى ولدت صموئيل النبي تكون مع عبدتك البائسة دي يلي كان مع أنيسة باظ حتى ولدت يوحنا الصابر تكون مع عبدتك التي في هذا التعب الشديد. لك المجد أيها الثالوث الأقدس إلى الأبد آمين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. هاتي رجليك يا صبية مسلم. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. وقته بس اثنين صبية عذراء صغيرة عندها 12 سنة صلت ليها ولدت على طول. واحد اللي هو اله هذه الصبية مبارك الساعة اللي نزلنا فيها بمركبنا في المكان ده. خلص الثلاث نفوس من الموت. ايدك نفوس ايدك نفوس بركاتك يا بغور تعال نروح البيت بسرعة. اجري يا اخويا اجري ده المجد الباطل. اجري يا بغور اجري يا بغور اجري. يا جماعة اللي هناك تعرفوا الجرة دي بتاعت مين؟ دي جرة مهرائيل بنت ابونا يؤنس جسيس بلدنا طموح. ليه؟ هو حصل حاجة؟ معجزة عملت معجزة مع بنتي خلصت ثلاث نفوس من الموت. انا عاوز اروح لها واشكرها. دي هربت مننا هربت من المجد الباطل. تعال نوديك الرياضة هنا بطموح. يلا بينا. يلا مهرائيل يا بنت ابونا يؤنس يا قديسة مبارك اسمك يا مهرائيل. دي البلد كلها عرفت المعجزة اللي عملتيها. المجد باسم الله المجد باسم الله. افتح يا ابونا يؤنس خير يا ابو جرجس. في ايه؟ جرجس ابني جرجس يا اخويا جرجس ولدي. جرجس مال حصل له حاجه؟ واقع من على السطح. وقع ده عنده 10 سنين ازاي تسيبه يطلع السطح لوحده؟ طلع يلعب مع شويه عيال على السطح وقع انكسرت ايديه ورجليه اتلموا عليه الجيران وهو ما بين الحياه والموت وجبناه وجينا هنا عشان ما تصلي له. وبعدين اخته ومهرائيل تصلي له. انا مؤمن الرب هينعم عليه بالشفاء. وهو فين دلوقتي؟ اشوف الجيران شايلينه جايين اهمهم. انتوا دخلوه هنا. ايوه هنا ميمو هنا. بس انا واثق ان الرب هيشفيه لما مهرائيل تصلي له. يا مهرائي. نعم يا ولدي. مهرائي يا بنتي ابن عم الجرجس وقع من على سطح البيت. ارحم اخوكي وصلي له صلي للرب. ازاي يا عم ازاي وانا انسانه بائسه؟ يا بنتي ده ابن عمي صلي معايا للرب يشفيه واذا عاش فهو للرب.
وضع يختاره الرب يكون. طب خلوه يستريح دلوقتي لانه اكيد تعبان من المشوار. خلي بقى نايم، خلي بقى نايم شويه بجلس، وتعالى معايا انت جوه ندخل نستريح شويه. البلد كلها عندنا فطره بتتكلم على بنتك مهرائيل وشفاعتها وصلواتها للعجزة والمرضى. نعمة ربنا تكون معاها. دي عطية ربنا ليا هي واخوها ابهور بعد طول انتظار، وانا وهبتها للرب ليتمجد اسمه القدوس. يلا بقى نملك شوية بقى، زمانك تعبان، نحن بقينا نص الليل. حد هيديله نوم؟ ايش معنى في الصليب ونعم. من جهة الشرق يا الهي بصلت لك ايديا وبصلي لك ايها الرب الرحوم وحده ضابط الكل اللي خلق السماء بكلمته وثبت الارض بقدرته وخلق الانسان من الاربع عناصر على ما اقتضى بحكمته. انا اسالك انك تمد ايدك المقدسه وتشفي هذا الصبي أصب إليك يا سيد يسوع المسيح. لما أمد إيدي على هذا الصبي تمد إيدك الغير مرئية وتعافيه. يا إله الآلهة ورب الأرباب، لأنه يجرى لك المجد والكرامة مع الآب الرحيم والروح القدس إلى أبد الآبدين. آمين. بسم الآب والاب والروح القدس الإله الواحد. آمين. هات إيدك. قوم قوم يا جسد. يا ملاك الرب حط إيدك على جسد. يا ملاك الرب حط إيدك على كل جسد. تبارك الرب إله إسرائيل لأن افتكرني في مرض اللي أنا فيه. تبارك الرب تبارك الرب. اسمي الأب والإب. إيه اللي حصل يا جرجس؟ أختي مهرائيل وإنسان نوراني له أجنحة حط إيده على جسمي كله وقال لي قوم روح عند والدك وعرفه اللي حصل. أبوك نايم جوه مع عمك أبونا يؤنس. أنا هروح له، أنا لازم أروح له. قوم يا قريب قوم. إيه اللي حصل؟ جرجس ابني اختي مهرائيل وانسان نوراني له اجنحه حط ايده على جسمي كله. اختي مهرائيل وانسان نوراني له اجنحه حط ايده على جسمي كله. يلا رص المركب على ساحل طموم نستريح شويه وبعدين نبحر على الانصره. النصارى المساجين اللي معانا هنعمل معاهم ايه؟ سيبوهم مربوطين بالسلاسل وشددوا عليهم. هيروحوا فين يعني؟ بصراحه ذات الحاجب المركب بتاعنا مليان اساقفه واساوسه وشمامسه ونصارى على كل لون. رهبانه خالي كتير رجاله وستات. الامبراطور دوكلتيانوس اصدر مرسوم الى سائر الولايات في كل انحاء البلاد بالقبض على النصارى وقتلهم باشد انواع التعذيب وفتح المعابد الوثنيه وهدم الكنائس، وكل والي مدينه عليه تنفيذ الامر الملكي. والمركب بتاعنا لما توصل انصنا نبلغ الوالي توقيانوس والي المدينه وهو يتصرف معاه. كده احنا رسينا على ساحل قامون. يلا ننزل يا اليصابات. الصبيه مهرائيل من يوم ما سكبت عليها العطر وهي في بيت ابيها، والنهارده يوم اكليل الزيجه لعروس ولدي، وهناخد معانا سته من الصبايا العذارى. ننزل وندخل بيت مهرائيل وناديها. مهرائيل مهرائيل. يا مهرائيل. نعم يا مرسى مريم. تعالي يا مهرائيل هاتي الجره بتاعتك وتعالي املي معانا الميه. انا اتمليت بالروح القدس وهجيب جرتي واجي معاكم البحر. ياه ايه المركب دي اللي ماشي على ساحل البحر بتاعنا، وهي كل الخلق دول اللي مربوطين في ايديهم ورجليهم بالسلاسل. تعالي نروح لهم ونسالهم عملوا ايه. تعال يا مرثا مريم تعال. يا ابائي فعملتم ايه علشان يربطوكم كده بالسلاسل؟ ايه الذنب اللي عملتوه؟ عليكم جزية من السلطان ولا ضرايب ولا تعدوهاش؟ قولي يا ابونا قولي انت ذنبك ايه؟ احنا ما عليناش حاجه الملك الارض،
لكن علينا ذنوب لملك السماء. سرقنا، حلفنا بإيمان كاذب، اتناولنا القرابين المقدسة، جسد ودم ربنا يسوع المسيح، واحنا غير مستحقين ولا جدرين. وجات الفرصة، احنا كلنا كده بأمر الوالد بريديانوس رايحين نموت عن خطايانا. وانا كمان عاوز اروح معاكم اطهر ذنوبي. انت هاجب المركب دي؟ اي خدمة. اربطني مع زارة السيد المسيح، عاوز اروح معاكم. من كل قلبي يا رب طلب. خدوها اربطوها مع زارة المسيح اللي مربوطين هناك دول. استنى هقول حاجة لصحباتي. يا اخواتي خدوا الجرة بتاعتي معاكم، ادوها لابويا وامي وقولوا لهم بنتكم مهرائيل نداحة عارفها وراحت تاخد اكليل الشهادة. ايه العاصفة دي؟ ايه العاصفة دي؟ المركب مشت لوحدها. امسكوا الدفة، امسكوا الدفة كويس، خلي بالكم مساجين النصارى، دي رياح شديدة، رياح شديدة قوي، المركب بتجري زي ما تقولوا الصبية دي مستعجلة على قدرها. خلي بالكم العاصفة شديدة، العاصفة شديدة قوي. سيدي القائد سبقيانوس، المركب اللي جمعنا فيها النصارى بأمر الإمبراطور. وصلت هنا وفيها كام مسيح؟ وصلنا امبارح يا سيدي، وفيها كتير ملهمش عدد، أسقفة وكهنة وقساوسة وصبايا عذارى، رجال ونساء. عجيب، مين البيت دي؟ يا دوب عندها 12 سنة فرحانة كده وهي عارفة إنها رايحة تموت. احنا راجعين يا مولاي القائد، رسينا في ساحل تموت، طلبت مننا ناخدها معانا. بتجيبها معاك ليه؟ انت عايز تفضحنا؟ يقولوا علينا ايه في التاريخ؟ بنقتل الاطفال؟ احنا نتكلم معاها بس، وبعدين دي صغيرة خالص. انا صغيرة في السن والطول وكبيرة بالروح القدس. انت كترت الكلام ليه؟ ايه رأيك؟ انا عاوز اسيبها واطلق صراحة، احسن التاريخ يفضحنا. ملعون انت والملك الكافر بتاعك دقلديانوس وآلهتك الوثنية، ملعونة هي كمان. لا 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 لا، انت شايفة نفسك على الاخر، والتاريخ افضل منك ومحتاج افضل. يلا يلا خذوا على الهمبازين وافضعوا احيانا. يلا مفيش فايدة يا سيدي، قهرة الموت حطناها على عجلة الدوارة وعلى الهمبازين، وفي كل مرة تطلع سليمة فرحانة وبتغني. اسمعوا، هتقول الحقاب والتعابين والعقارب والأباعي يصيدوا كل اللي يقدروا عليه من العقارب والأباعي والتعابين والحيات، يحطوهم في سؤال كبير، يتدخلوا الحتة دي معاهم وتربطوها وتاخدوها انتوا الاربعة وتحطوها في مركب وتطلعوا البحر. الحتة اللي تموت فيها رسوا المركب وتفنوها. يلا يلا يلا. سمع حاجة؟ لا ليه؟ صوت الحياة والتعابين انقطع خالص، تبين عليها ماتت. صبية عمالة ترتل وتسبح، احنا خلينا قافلين عليها كده لحد ما تموت وخلاص. السلام عليك يا شهيد يا عسار يا قديس المطالب، ها قد اوصلتك الى بيت ابيك حسب ما وعدت والدك العسار مريم يؤنس والدك، لسوف ارسل اليك جسدها لتجعله في الموضع الذي تختار، والعطر الذي سكبته والدتي على راسك انا اجعله في جسدي الى انقضاء اجيال الارض. سلام يكون معك، واقول لك يا مهرائيل سوف يكون اسمك في كل مكان، كل من يبني كنيسة على اسمك أنا أحقق رق ذنوبه وأغفر له جميع خطاياه
وكل كنيسة يسموا باسمك علينا أجعل ملائكتي مراعين لها. راعي كنيستي كما خدمت كنيستي كما يجب. باركت عليه وعلى منزله والأكنوم الذي يتكاثر بكنيسته ولا يقوم بحالها كما يجب. خصوص كنيستك وشمامستها يكون أطهارا مباركين ويتمموا صلواتهم لئلا أهلكهم مثل أولاد عاد الكاتب. الشعب كله يكون أطهارا إذا ما تناولوا من الأسرار المقدسة. الويل ثم الويل لمن جحد المعمودية المقدسة. كل من يزرع كرما أو أرض زراعة ويسمي باسمك عليها فإني أباركها. كل من يسمي باسمك على أولاده جعلت بركتي في ذلك البيت. الذي يكتب سيرة شهادتك ويجعلها في كنيستك أنا أباركه وجميع منزله وأكتب اسمه في سفر الحياة. من يدفع قربان لكنيستك أنا أعوضه ثوابا كثيرا. كل من في ضيقة في البراري والتفار أو في الحبوس ويدعوني باسمي أنا أفرج عنهم في شدتي وأجعل شجرة تنبت عند باب كنيستك المقدسة بغير زرع ولا تكريم. وكل من يصل كنيستك وبه علة رضية ويقبل جسدك ويأكل من تلك الشجرة فإنه يعاد. وكل امرأة عاقر إذا نظرت باسمك أنا أعطيها. قوم قوم أنت قوم. إيه في إيه؟ خلبنا النوم. إيه خلاص اللي باين عليها ماتت. ده إحنا اللي كنا أموات. فين الصوت اللي كنا سامعينه ومش فاهمينه؟ كنا سامعين مش عارفين نفسره. باين عليه صوت كان جاي من السماء. شمين شمين ريحة العطر اللي طلع من الشوال بتاعها. طب افتحوا كده وصوتها ماتت. التعابين والحيات والافاعي هي اللي ماتت. دي ماتت ماتت من اول يوم لما شمت ريحة العطر بتاع الصبية مفرقين. التعابين والافاعي ماتت من اول يوم لكن الصبية فضلت حية. ثلاث ايام تصلي وتسبح واحنا مش فاهمين كلامها. دي ماتت ماتت شهيدة. ماتت وزنبها في رقبتنا. احنا مالنا؟ مش دي اوامر الحاكم؟ بس كفاية. هنعمل ايه دلوقتي؟ كده ماتت في وسط البحر ما بين طرة هنا في الشرق وطموه هنا في الغرب. ندفنها فين؟ هنا في طرة ولا هناك في طموه؟ ندفنها في طرة. لا ندفنها في طموه. ياه جريف شديد جاية من الشرق. انت بتاخد في المركب وانت انت نزل السارق. حول انت الدفه يمين. سيبها سيبها على راحتها. ريح واخد المركب على طموه. كده احنا رسينا في طموه. يلا يلا شيل المزه بتاعها وانزلوا عشان ندفنها هنا. شيل بالراحه بالراحه على الصبيه الشهيده. ايوه كده نزل هنا. يلا حطها. ايوه بس كده. خد هدومي غطيها بيها. وانا خد هدومي لفوها بيها. وانت احفر حفره في الحته دي عشان ندفنها هنا. شمين ريحتها؟ دي ريحه العطر بقى لها اربع ايام بتزيد. طب يلا علشان ندفنها وننزل البلد نشتري شويه حاجات علشان نلحق نروح ونبلغ الحاكم باللي حصل. بصوا بص شوف المكان اللي دفننا فيه الصبية. ياه ده نور عظيم نازل من السماء. المكان اللي دفننا فيه الصبية مهرائيل يبين عليها القديسة. انا خايف النور بيزيد ومنور المكان كله. انا خايف اركب المركب. انا رجلي مش شايلاني. اسمعوا احنا كل اللي حصل في الاربع ايام دول مش طبيعي. التعبين والعقارب والحياة تموت اول ما شمت تحت الصبية مهرائيل.
الرياح الشديدة اللي هبت على المركب واحنا في نص البحر حدفتنا هنا في طموه عشان نتفنها، والصوت اللي كنا سمعينه في المركب ومش فاهمينه ومش عارفين نفسره، والنور ده اللي نزل عليها من السماء، كل ده بيدل على انها شهيدة قديسة. اسمع، تعالوا نروح البلد ونقول لأهل البلد على كل اللي حصل. صح، اكيد حد هيتعرف عليها هنا، يمكن يكون اهلها هنا، ابوها وامها، واذا كانت من اهل طموه اهلها يتولوا امرها ويدفنوها زي ما هم عايزين. يلا يلا بينا. ادي كل اللي حصل. وهي فين؟ انا ابوها يحدى، دفنتوها فين؟ وانا امها هنا، تعالوا ورونا هي فين. تعالوا معانا عشان تاخدوا جسدها الطاهر وتدفنوها بكرامة القديسين. اهو دفناها هنا تحت النور اللي نازل من السماء. الله، شايفين النور العظيم ده؟ يلا اصحوا طلعوها، دي نعمه كبيره عظيمه حلت علينا في بلدنا الضمور. بنتي بنتي يا قديسة مهرائيل، بنتي بنتي يا قديسة مهرائيل. يا منى يوهنس، الرب عمل معاكم خير لانه اخرج من زرعكم شهيد القديسه مهرائيل. يلا يلا يا ماما، يا شعب طموح، يا شعب طموح، افرحوا بالقديسه الشهيده مهرائيل في بلدنا. يلا يا جماعه، شيلوا معاها، شيلوا الصبيه الشهيده القديسه مهرائيل عشان نفرح ونروح بيت ابوها يؤنس وامها هيلاريا واخوها بهور. وانا هطلع هدومها والبسها وكفن جسمها بالفرح والنعيم. وانا هدوقها بالعطر والبخور. هات الشموع والمصابيح والعطر والبخور واجمعوا الكهنه كلهم والصبايا العذاره صاحبتها يغنوا قدامها ويزفوها العريسة في موكب عظيم بالفرح والنعيم للشهيدة مهرائيل بقت عروس المسيح. يا عروس المسيح يا جليلة يا جليلة.